جاءوا مشايخ بن الحارث وجاءوا منظمة السلام والغير وصولهم بالعقائر والنزائل ومحاولة احتواء قضية القش الخطأ بالعفو التي حصلت سنوات طوال بقضية القاح بين بيت السري وبيت المطري وامرأة. حكمت المحكمة على اثنين بالإعدام وكان موعد الإعدام 25/12/2012 بيت السري. توجهنا إلى المطري وكان المطري فيه حكمة وروية، وإذا المطري هذا الرجل العظيم يعفي عن 4 قتلى بينهم بيت المطري في 1997 ظلت القضية 15 سنة، حلينا القضية بالعفو وعفاء المطري على 4 قتلى. بالله عليكم، أليس هذا أخلاق؟ أليس هذا سمو؟ أليس هذا إيثاب؟ أليس شاجرنا ودخلوا وصاروا مقاتلين من الطرفين. كان تنفيذ حكم الإعدام حقي يعني في عام 2012 نهاية شهر 12 كان يعدموني، والحمد لله حصل ناس خيرين دخلوا في القضية، تم العفو عن طريقة المشايخ وعن طريقة عبد الرحمن البرولي بارك الله فيهم، وهم بيسعوا لله الوجه الله. إما ما عرف دامهم الحبيب بالسوق ولا جنة عرضها السماوات والأرض والجودة على يوم القيامة. والله يا أخوتي، والله يا أخوتي، والله يا أخوتي، ما بين أبوه وبين الجنة إلا كلمة عفو الله عنه. هو بالأمرين إما وشتوا طرف دام بالسوق طرف دام تعف الأرض، ولا وشتوا جنة عرضها السماوات والأرض تلجن بأيديهم الآن عليهم ينظروا لها، ما بين جنة وما بين ما عرف دام ويرحموا الجبل، ارحموا شوفوا هو وقع وقع عند الناس كله قدر معنا صباح الخير صباح عشان قدر أبي أغرق هو عيالي إنه اشتراع حكم الله ومحمد معد الله وانتو ضيب عندنا خلاوزة خلاص عشان الله ومحمد معد عاما في المملكة العربية السعودية والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل قدمت منظمة دار السلام لمكافحة الثأر والعنف بمبلغ 118,000 دولار كمساهمة في دفع دية القتيل. هم لا في الصف، هو هذه بندقة ما تباه منه ولا من أخوته شليته في ساحتك ولا في غير ساحتك في ولدك خير إن شاء الله يقف مكانه قال من القصاص. اما مشروع انا بسوي مشروع تقاسكم ما عاد واحنا لا سلفنا ان احنا نقتل اللي بسلم نفسه ولا ادي مدبر ولا العسير. هذا صاحبنا جانا ولو جانا من اول خالد.